تعرفوا يعني جميع المغاربه كنت مقيمه بالولايات المتحده الامريكيه ويعني وجا القرار ديال الدخول ديالي نهائيا للمغرب. يعني لي الكثير من المشاريع ان شاء الله اجتماعيه وفنيه. كنظن ان هذا العام ديال 2017 غيكون حافل بزاف ديال يعني مستجدات و على المستوى الفني وعلى المستوى الاجتماعي وكذلك مفاجآت. كاينه مفاجآت كل وحده نعلنوا عليها في وقتها. اغنيتي كتعتبر اغنيه شبابيه، يعني الوقت اللي بديتها انا بديتها يعني في 94 كانوا يلقبونها بالاغنيه الشبابيه. كنظن ان الاغنيه الان او الشباب شبابنا المغربي الان كيبحث على نفسه كيف ما كنت انا كنبحث على نفسي الوقت اللي عملت الالبوم ديالي الجديد الاول. يعني كانت بدايه ديال انني كنقلب على شخصيتي الفنيه. المساله ما كتجيش بسرعه، كتاخذ وقت. وشبابنا حتى هو الان كيبحث على نفسه، عنده مشكل يعني مشكل هوية. وغادي يلقى أكيد غادي يلقى نفسه يعني شخصه الفني وشخصيته الفنية. فكنتمنى اليوم النجاح، المهم هو الإبداع. تلقيت سعد الإنسان، تلقيته يعني قبل النجومية. تلقيته في أمريكا مرتين، يعني تنقولها وتنكررها، وإنسان نبيل وطيب جدا وأخلاقه رفيعة جدا، بحيث أنه يعني تلقى بالعائلة ديالي وجلس مع العائلة ديالي وكلم على العائلة ديالي. وكيف ما قلت يعني ما كنعرفوش بزاف، ولكن بمجرد تتلاقيه يعني كتحسي بأنه إنسان مربي وعنده أخلاق رفيعة. وهذه المساله اللي وقعت له يعني كانت صدمه انا بالنسبه لي كانسان عرفته. كنتمنى ان هاد يعني هاد الموجه او الغيامه تدوز ويرجع لاهله ان شاء الله. كلمه شكر دائما، شكرا للمتتبعين المسار ديالي، شكرا لهم لالحاهم على انني نرجع. تنشوف ان شاء الله ان غادي يكون لي تواصل اكثر باذن الله في هذا العام الجديد 2017. وكنتمنى الصحه والعافيه للمغاربه والاستقرار والامن والامان باذن الله والسلام في بلادنا. يا جمال بيف علاش تكذبي؟